من دلم إلى البحرين معرض في واشنطن يريد أن يذكر عاصمة الدولة العظمى في القرن 21 أن التاريخ يعود إلى 6000 سنة في مملكة البحرين. حين نقول أننا في بلد صغير مثل البحرين نحاول أن نحافظ على التراث الإنساني ونحاول من خلال مركز أقليمي يخدم جميع الدول العربية للمحافظة على آثارها وعلى هويتها، نقول للعالم أننا نعتني بما لدينا من تراث ونحافظ عليه. معرض من دلم إلى البحرين يفتح أبوابه للمرة الأولى في واشنطن ويقدم في واجهته أكثر من 20 ختم يعود بعضها إلى حضارة دلم ويثبت قدم التجارة والصناعة في الجزيرة التي استفادت من موقعها الجغرافي. ويقدم المعرض أيضا صورا للبحارة وشبكة لؤلؤ ليتأملها الزوار بالإضافة إلى مصنوعات فخارية من البحرين. وإحنا كذلك نشجع هذه الفعاليات كان بها من البحرين والله من أي دولة عربية تقام هنا في واشنطن لتعكس وتثقيف المجتمع الأمريكي حول ثقافتنا وحضارتنا الغنية. ما كان مميزا في المكان هو معرض الملابس التراثية وفرقة موسيقية عزفت للأمريكيين ألحانا لم يتعودوا عليها. بيير غانم، العربية، واشنطن.